السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. سبحان الله، والله 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 موضوع سبحان الله هكا هذه يا اخي. فما صاحبي وعشيري وعزيزي وكذا واحد وكله شوف الله تحيه ليه، فهمتني، بارتاج فيديو نتاع إمام تونسي لا علينا في ذكر اسمه، بارك الله فيه ونحبه برشا وكذا واحد وكل، ونسمع فيديوهاته وشي يعمل كيف وبارك الله فيه، فهمتني، يحكي معناتها كيفاه كي نهار اخر باذن الله معناتها ندخلوا للجنه وشنو ثم وكذا واحد وكل. عاد حطينا دي كومنتير هكا، حطينا دي كومنتير واحد وكل، انت تلقاك معناتها تعمل هكا، انا نجي نطلع عليك، الاخر يجيك فلان 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 فلان. جاني واحد هذا يا سيدي، الشخص هذا يا خويا منفخ، يا خويا برجولي، يا صاحبي يا صاحبي ترمبراك، اقسم بالله انت سبحان الله معناتها كان انا حسب رايي مع كامل احترامي وحبي واشواقي، انت معناتها ربي سبحانه تقريبا كان شي خلقك ترمبه ترمبه ولا كومبريسور هكا، راك عندك نفخه يا زب يا زب يا زب يا زب، اش تنفخ اش تنفخ، معناتها انت ناوي حتى في الجنه جاي تطلع على زبي ملابس ملابس، طلع عليا شنو اش تقول لي، توحشتك الله بارك الله فيك، اعمل كاس البن وتعدى الزب. خي تعرف عليا فاش قاعد نعمل انا في الجنه يا خويا، نحب نقعد وحدي سبحان الله، انا انسان نحب نقعد واحد زب يا زب، نبدا عامل بو كيف اخويا في الجنه تلقاني في الجرده بزاوش عامله كيف هكا كذا، نبدا نحب قاعد انا تحت شجره بقدره الله هكا نقول سبحانك يا رب الله لك الحمد والشكر يا رب على كل النعم هذه، با يا ربي يا ربي باركت لي ورحمتني برحمتك ودخلتني للجنة، عمل بوكي جاي الزب انت من غادي، معناتها انا مو لابس نكون عامل بون كيف شيخ على البزاوش كذا، جاي طاير لي على شنو تحكي لي، يا سيدي احنا زوز في الجنة، انت شنو الموضوع اللي تحكي لي عليه، هاي الزب هاي يحكي اش تحكي لي على البن والعسل وكذا، انا موجودين عندي، اش تحكي لي على والله دوب ضربت قد عملت طاوس عديته روتي، اي انا تو طاوس نقول انا شاهي تو طاوس تعدى من السماء يتعدى روتي، ما عندك ما تزيد لي ما تضيف لي، انت جوك مثال تقول لي والله دوب كنت نعمل ما نعرفش انا كذا وحدك، انا مش جوي هذاك مش جو سبحان الله، انا العبد لله نحكي على روحي سبحان الله، انا حلمي وطموحي في الكوكب هذايا وفي الجنة نهار اخر، وان هي لا نصب معناتها لا قلق ولا نصب، لا تعب ولا نصب، هذا بكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تعب لا نصب، يعني لا قلق لا تعب لا حد شيء، انا يعني وهذا هو طموحي حتى في الارض نحب نبدا، لا من يقلقني لا من يتعبني لا من كذا، نحب نبدا شايخ وحدي عامل بون كيف انا وهكا معناتها مثال المدام، نطلش على الوالد والوالده واخواتي، احبابي اصحابي شنو نعملوا، قهوه مع بعضنا كان ثم قهوه في الجنه ولا كاستي ولا نعملوا كويس البن ولا عسل ولا كذا وكذا، وتفضل الجاي نتنيك الجاي تطل عليا ومن بعد جيت جاي الزب تطير انت من غادي هكا، معناتها هذا كيف ما قال لي مام عبد السلام، لا ما جيت السلام تعدى عصبه اني نبعث لك صاروخ زبي، بعث لك صاروخ اش تعبد زبي انت بالرسمي، نبعث لك صاروخ تطير دور عصبه جاي نمي تنيك، قال لي والله تو وين هذا نطل عليك، جيت طل عليه وين هذا نطل عليك، تي انا على روحي ما نطلش يا زبي، وين هذا؟ تي هي جنة، سبحان الله يا اخي تو انت واعي باللي تقول لي فيه، هي جنة جنة، ربي عاتيها لي رزق، ايه جاي وين هذا نطل عليه مو لاباس، تي حتى مش من كاركتير، انا حتى كي كنت في تونس ما نمشيش من قهوة كل يوم.
وما نعطلهاش معناتها عملها وقت، لا بالحق يا سب، لاني مغروم لا بقاوي لا بسبي لا بعمار بالزر، انا كمشي على الوحشه وباش نقعد معاكم وكذا وكل، نهبط القهوه باش نتلاقى مع الاحباب واصحاب وكذا وكل، خاطر هذاك الملتقى الوحيد انا كان وقتها عندي وين نلمكم الناس الكل في جرده ولا في كذا، واحد الكل نكتاو لو زبي وين هذا الطلة على زبي باش تحكي لي على فلان وفلتان العصبه، هو انا في الارض انا تحكي لي فلان فلتان نقول لك عصبه ليك وليه، خلي في الاخره خلينا رايدين وجنه راهي، معناتها واحد ماشي يتنفس يتفرد ها الارض ذي التعب والنصب والقلق وكذا، واحد وكل ما ثماش غاديك ربي يجعلها باشي سبحان، معناتها هديه من عند الله، هذا رزق من عند الله، جا وين هذا تطل عليه ما تطلش ما تطلش، انا ربي سبحانه وتعالى يا ربي لك الحمد والشكر تعطيني الجنه انا مسلم وكذا وكل، ولكن السيد هذاك برجولية نعمل لك فيزا من الاخر، هذا فيزا معناتها نجي نوافق لك ولا منوافق لك، وين هذا نطل عليك لا ما تطلش على زبد.